بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا استقامة يا هادي. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. قل ربي في الآية 65 من سورة يوسف، جوزيف كلابي دالله سوسوروي يوسف عليه السلام، ولما فتحوا متاعهم اللي أتت به القافلة وجدوا بضاعتهم ردت إليه. وذي حيلة أقدم عليها سيدنا يوسف عليه السلام ليفرض عليه من حيث لا يفهم بالضبط الحيلة ومداها، باش يرجو بأخيه، لأنه حن إلى أخيه كما يعلم أن أخاه كذلك قد حن إليه منذ أمد بعيد، منذ أن غاب عن الساحة التي فيها سيدنا إسرائيل عليه السلام. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، كيف وجدوها؟ كيف حكموا وقت اللي وجدوها؟ سنرى ذلك في الشريط الآتي إن شاء الله.